مرحبا، انا ادهم دميمي، مدرب بسكيت بال، واليوم بدي اعلمكم الروك فيكي على الرامب. الروك فيكي لازم تكون متعلم لها دروبن، وانك بس تعرف تكون تروح ترجع على الرامب. بس هاد هو الروك فيكي، هي عبارة انه بس تعمل هيك وهيك. اول اشي بتروح للكوبينج اللي هو الحديد اللي هون، دغري مش ضروري بزاوية. وأول ما توصل عند الحديدة بترفع السكيت بورد، تكون حاط رجلك هون وهون أو هون وهون، بترفع السكيت بورد من ورا بتحطه هون، فلما بدك تنزل بتعمل هيك، بس بتحط وزن هون.